السلام عليكم ورحمه الله، مرحبا بكم من جديد في قناه حياه ورديه لا فيونغوز. في هذا الفيديو غادي نقدموا وصفه رائعه سهله وبسيطه ولذيذه في نفس الوقت، وهي حلوه الكوكيز اللي كيحبوه الاطفال الصغار كثيرا. ممكن نعطيو لهم ياخذوه للمدرسه كغوتي او لمجه، وممكن كذلك ناخذوه في وجبات الفطور او الغوتي في العشيه. اذا هذه الوصفه كنحتاجوا ليها جوج ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، كأس تقريبا من الزبدة المذابة، كأس من السكر البني، بيضتان، القليل من الملح، كيس فاني، كيس الخميرة الحلوى أو خميرة البيكنج باودر، حبيبات شوكولاتة، والقليل من الزبيب أو العنب المجفف. نمر الآن لتحضير الوصفة. إذا في إناء كنقوم بخلط جميع العناصر، ونبدأ أولا بالسكر. أنا استعملت السكر البني او السكر الاشقر، ممكن تعوضوه ان لم يتوفر بالسكر العادي السنيده البيضاء. ثم نضيف كاس من الزبده المذابه، كيس الفاني، والقليل من الملح، ونخلط جيدا كل هذه المكونات حتى تنسجم فيما بينها. ثم نضيف البيضتان من الحجم المتوسط، ونحرك جيدا حتى تنسجم كل هذه العناصر. ثم نمر لإضافة الدقيق، كأسان من الدقيق الأبيض وخميرة الحلوى أو البيكنج باودر. ثم نحرك ونجمع كل هذه المكونات حتى نحصل على عجين. وعجين الكوكيز كما هو معروف فهو عجين جد لين. اذا من بعد ما كنحصلوا على عجين على هذا الشكل هذا، نضيف الان حبيبات شوكولاته اللي ممكن تعوضوها بقطع من الشوكولاته الا ما توفرتش لكم، والقليل من الزبيب اللي ممكن تعوضوه باللوز او الجوز او اي فاكهه جافه اخرى، ونحرك جيدا حتى كينسجم زبيب وحبيبات الشوكولاتة مع العجين. ونمر الآن للمرحلة الموالية وهي تشكيل الشوكولات الكوكيز، ونحتاج لها للتزيين القليل من حبيبات الشوكولات والزبيب. إذا كنشكلوا العجين على هذا الشكل هذا، كويرات صغيرة من الكوكيز أو حسب اللي كتفضلوا، سواء صغيرة أو متوسطة الحجم أو كبيرة، كتبقى مسألة ذوق. إذا كنشكلو العجين على هذا الشكل هذا حتى كنهيو الكمية اللي عندنا من العجين. وأكيد كنستعملو الورق المطبخ أو بابي أليمونتيغ باش ما تلتصقش لينا الكوكيز مع الصينية. وكنمرو الآن لمرحلة التزيين، كنزينو الكوكيز بحبيبات الشوكولات والزبيب، وممكن تكتفيو غير بالشوكولاتة. اذا كنكملو الكمية اللي عندنا بأكملها، وغادي نمرو للمرحلة الموالية وهي مرحلة الطهي. وكنوضعوا الصينية ديالنا في الفرن على درجة حرارة 180 درجة تقريبا لمدة ما بين 12 دقيقة إلى 15 دقيقة حسب الفرن.
والشكل النهائي للكوكيز هو هذا، مذاق رائع جدا، اكيد غادي يحبوه الاطفال الصغار. كنتمنى تكون وصفة اليوم قد نالت اعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو، ولكي يصلكم الجديد دائما لا تنسوا الضغط كذلك على الجرس. واذا اعجبكم فيديو اليوم لا تنسوا تشجيعنا بالضغط على لايك، والى اللقاء في فيديوهات اخرى ان شاء الله.